بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. يا سادة، احنا ما ينفعش ان احنا نحط راسنا في الرمل. احنا عندنا مشكلة. المشكلة دي ان في جليس رزل، مش رزل بس، في جليس بيفجر البيوت، بيأذي البيوت جدا جدا. والجليس ده لو تسرسب في البيوت، البيوت كلها بتروح في منطقة وحشة قوي، بتضيع الكرامة وتضيع الأموال وكمان تضيع الأخلاق. فللأسف يعني الجليس ده جليس من أسوأ الجلساء اللي ممكن نشوفهم في حياتنا. ولو دخل بيت، البيت ده كله بيبقى مهدد، مفيش حد بيسلم من التهديد ده. عارفين الجليس ده شبه التطرف والإرهاب، شبهه قوي لأنه مدمر. الجليس ده جليس لازم كلنا نتكاتف إن احنا نتخلص منه، لأنه مليء بالمغالطات ومليء بالأكاذيب ومليء بالأشياء التي بتتلاعب فيها النفس الأمارة بالسوء. الجليس ده هو الإدمان. الإدمان يا سادة ما تعتبرهوش شيء بعيد عنك، لأن الإدمان ليه أشكال كتيرة وألوان كتيرة. وعشان كده، عشان نقدر نتكلم في موضوع خطر زي ده وموضوع شديد زي ده وموضوع بيهدد بيوتنا، بيوتنا أغلى ما في المجتمع البيوت، وبيهددهم من كافة الجوانب، مش ممكن أبدا نتهاون أو نتساهل معاه. وعشان كده كنا لازم ندير حوار حقيقي حقيقي، لأن مصر أنه يبقى حقيقي عشان يبقى قيمة إضافية في مكافحة ومعالجة الإدمان. وعشان كده معانا الدكتورة، أستاذ الدكتورة حنان الرصاص، أستاذ علم النفس وعلاج الإدمان. دكتورة حنان، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ومعانا كمان الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة الإدمان. دكتور إبراهيم، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا مولانا، ازاي حضرتك يا فضيلة الدكتور؟ اسمح لي دكتور إبراهيم ان انا ابدا مع الدكتورة حنان الرصاص واسالها، ازاي نكتشف ان احنا عندنا مدمن؟ اول حاجة وهي اهم حاجة وهي محور كل الكلام، ان في تغيير، وفي تغيير بشكل ملحوظ طبعا الأسوأ يعني على الشخص، يشمل بقى علاقاته، سلوكه، مشاعره، أفكاره، فأي حاجة من الأربع جوانب دول هتلاقي فيها مشكلة. على سبيل مثلا المثال، هتلاقي مثلا لو في سلوك الفلوس تتصرف بسهولة، بتخلص بسهولة، يعني يكون مثلا قبل مرتبه تلاقي مرتب خلص على طول. لو هو حد مثلا بيشتغل هتلاقي عنده عصبية، تعامله مع الناس بقى مختلف، بيختفي وقت كتير، بينعزل وقت كتير، اهتمامه بنفسه طبعا بقى لو درجة الإدمان بدأت تزيد، اهتمامه بنفسه وشكله ولبسه والحاجات دي بدأ يختلف. ده شيء خافي، ما دي شيء خافي ما يعرفوش كتير من الناس يا دكتور. الناس متصورين ان الشخص في اوائل الإدمان بيبقى خلاص وشه الشكل اللي بيجي في البرامج التلفزيون، ان وشه بيبقى تحت وشه بيسمر وتحت عينه بيسمر ودقنه وكده، ما يعرفوش المعلومة المهمة ان المدمن بيهتم بنفسه كتير قوي اول ما بيدخل في عالم الإدمان. هو بس عشان واضحه، هو اهتمامه يعني لا بيقل بعد فتره، بطول المده بيقل اهتمامه بذاته، يعني مثلا ممكن يتنين خارج وداخل بنفس اللبس. فيعني هي بس قصه ان هو مش هيبان للناس المظهر اللي هو بيجي في التلفزيون وكده، لان ده المظهر بيجي اعراض انسحاب. اغلب الشخص لو هو ما تمش اكتشافه ان هو عنده مشكله ادمان او بيتعاطى، هو دايما بيلحق قبل ما تجيب اعراض انسحاب، بيكون معاه الاستوك بتاعه معاه المخدر عشان ما يجيبوش اعراض انسحاب. فالاغلب الاهل مش هيشوفوا الشكل ده طول ما هو بياخد وعارف يهندل اموره، بيجيب فلوس، بيبيع، بيعمل حاجات يعني، فمش هيبان الشكل اللي احنا بنشوفه، لان هو ما اتحطش في withdrawal symptoms، اعراض انسحاب ظهرت الاهل يعني. دكتوره حنان، بيبان اعراض بس.